اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين ومستمرين في استوديو الابطال. هننقل ليكم احداث او هننقل لحضراتكم طبعا احداث مباراه كره السله الاهلي والاتحاد السكندري في صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 8:30، يعني بعد حوالي ساعه من الان. المباراه بتيجي في دوري السوبر لكره السله. في البدايه طبعا قبل ما نحلل موقف المباراه وموقف الفريقين كمان من النتائج السابقه، برحب بضيوفي طبعا الكابتن عماد مراد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن اسف. شكرا جدا. برحب بالكابتن سلعاوي احد النجوم الكبيره جدا طبعا في عالم كره السله، مش بس في النادي الاهلي ومنتخب مصر، لا ده في افريقيا والعالم كله. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم. كابتن سلعاوي، اجل حضرتك في البدايه، يمكن يعني الناس مش راضيه وجمهور النادي الاهلي واحنا اولهم طبعا عن نتائج فريق كره السله الفتره اللي فاتت، يمكن في اهتزاز. احنا صوت الجماهير واحنا بنتكلم باسم الجماهير دائما ابدا ونحس بنبضه. تفسير حضرتك للهزه اللي حصلت الفتره اللي فاتت ايه؟ هو يعني الاول عشان نبدا نتكلم لازم نقول ان فرقه النادي الاهلي في كره السله دعمت كويس السنه دي. النادي وقف سواء مجلس اداره او نشاط رياضي او كده وراء الفرقه او كده، بس اللي تعرض لخمس هزايم من سبع مباريات. سببهم يا كابتن تفسير حضرتك ايه؟ تفسيري انا اعتقد ان اصابات كتير في الفريق، كل مباراه يبقى فيه 3 4 خارج قوام الفرقه من اللعيبه الاساسيين. تفسيري طبعا انا اقدر اقول ان برضو اشرف توفيق بيعمل مجهود ومدرب كبير وله خبراته ومعاه جهاز فني سيد مصطفى واحمد الجرحي وجهاز طبي برضه كويس، بس حجم الاصابات كان كبير جدا في الفتره السابقه. وعشان احنا نتكلم لازم نتكلم بنبض الناس اللي جمهور النادي علشان ما نبقاش نقول كلام يخالف الحقيقه او كلام يبقى غير مقتنع بيه. في تزويق للوضع ولكن احنا بنقول الحقيقه. الحقيقه ان الاصابات اثرت. خفض، يعني انا بحس بعض المباريات ان الروح المعنويه او الدافع بيبقى موجود والدافع في اوقات غير موجود. يعني في مباراه الزمالك كان في دافع جامد جدا صحيح. وكان الناس مجهودها عالي جدا بس الدافع كان موجود في ماتش سبورتنج برضه يا كابتن، كان موجود في ماتش وكان في روح وكنت شايف البنش بيتنطط وبتاع، يعني كان في روح في الملعب، مع ذلك سبحان الله لم نوفق. يمكن خلينا يعني اقول هو الاصابات ليها دور كبيره، يعني برضه اجي لك كابتن عماد. طبعا احنا القوام الفرقه 15 لاعب، زي ما كابتن سلعاوي بيقول لما يغيب من عندك كل ماتش 3 4 لاعبين و3 4 لاعبين دول مش ثابتين، لا ده بيتغيروا. طب راي حضرتك يا كابتن؟ ومؤثرين. لا مؤثرين والله برضه. عارف يا كابتن هيثم، يعني ما احنا مش هنقدر يعني احنا نتكلم نقول مثلا بدني الناس انا معاهم جهاز يعني بدني مخطط احمال وكابتن اشرف مديله كل الصلاحيات وفي جهاز كامل يعني، بس صراحه باد لك يعني انت ما تلاقي لعيب زي عمر طارق يتصاب مره واحده وتلاقي ايهاب امين في ماتش تاني، تلاقي عمرو الجندي في ماتش تالت، تلاقي يعني ناس قويه جدا ومؤثره جدا بتلاقي في اصابات. طب زي ما بيقول الكابتن سلعاوي باد لك، ما فيش ماتشات كملت. حتى الماتش اللي فات اليكس يانج يفرق كتير جدا معانا مع ماتش سبورتنج. يعني اليكس يانج اصلا اللي هو معروف يعني ان هو احسن، انا من وجهه نظري احسن اتوقف ماتشين مش هيلعب الماتش ده ولا الماتش ده، ماتش النهارده وماتش اللي فات ما لعبش. فطبعا يعني انا بقى يعني عارف يا كابتن هاشم احنا عايزين نتكلم في حته ان في قله مغرضه شويه كده. تعرف ابتدت الناس تتكلم على السوشيال ميديا، ناس كل واحد بيدي رايه يعني حتى لو هم بتوع كوره بس مثلا الناس بتتفرج على الكوره، فبيعمل في خلط بين الكوره والباسكت، يقول لك لا اصل دوت ما ينفعش ده يمشي، اصل لازم يجيب لازم نودي، فده بيأثر سلبي سواء كان على المدير صحيح. الفني او بيأثر سلبي او على اللعيبه. لكن هو بدلك انا شايف ان حظ سيء ان اصابات ما فيش مره. يمكن اشرف توفيق اللي لعب بفرقه كامله. اجي لحضرتك كابتن سلاوي معلش شاركني في الكلام ده عشان نتكلم فير وبلسان الجمهور. ممكن واحد يقول لك الاصابات دي نتيجه ان في احمال خاطئه على اللاعبين، فانا هقول حاجه من عندي كده وحضرتك طبعا استاذنك. ما انت برضو يعني انت لعيب دوري. لا انا هنا مذيع. انا بس انت لعيب دوري يعني ربنا يخليك كابتن. هي الفكره كلها انه ايه، هل الاصابات متشابهه يا كابتن عماد؟ لا طبعا
يعني الاصابات لا الاصابات مختلفه. هي المشكله كمان في المباريات ان في كل مباراه بيروح منك 4-5 بيبقوا خارج حساباتك، بتضطر تستعين بالناشئين. في التمرين نفس الكلام، ما بتقدرش تكمل تمرينك بالشكل المظبوط اللي يؤدي الى نتيجه كويسه في المباراه. أصلاً ايوه احنا لازم نتطرق لنقطه التمرين، التدريبات برضو كانت اعداد ناقصه اللي بيحصل في التمرين سرعه وبيحصل اللي بيحصل هتلاقي برضو اصابات، برضو اللعيبه ما بتبقاش كامله في التمرين مرانش. طب هتعمل ايه؟ هتلعب واللعيب اللي بيلعب يا كباتن برضو ما اعرفش راي حضراتكم ايه، اللي بيلعب راجع من اصابه فعايز اللي يشيله وراجع من كورونا. في ناس ده بدايه المرتبط يعني بدايه المرتبط كان في ناس راجع من كورونا، في اصابات يعني الالتواف في انكل، الالتواف في ركبه، في اصابات خارج عن الاراده زي الالتواف في المفصل ده. ايهاب امين كسر عبد الفضيل مثلا كسر في المنتخب مجانا ولا مره شفته بيلعب. ايهاب امين بقول لك معلومه يا كابتن، ايهاب امين كسر في المنتخب مش في النادي. طبعا المنتخب اصابه محسوبه عليك. طب انا هسال حضرتك سؤال يا كابتن، تصدق ان عمر طارق اول مباراه لعبها قدام اتحاد اسكندريه المباراه دي من ما لعبش ساعه لما جه مصاب، يعني مصاب والولد يعني انا اتكلمت معاه قريب، الولد من احسن الصفقات اللي جت النادي فعلا. حاجه مشرفه خلقا ولعبا، لكن الولد مش عارف يعني الولد إيه؟ مستغرب في ايه يعني بيقول يعني الولد مش عارف ايه يعني مش عارف ايه اللي حصل. بقول لحضرتك ان حتى الفرقه تيمنا يعني يبقى في بركه وكده، اللعيبه دبحت اضحيه لله سبحانه وتعالى دبحت. لانه طبعا هم كانوا قال لك يمكن في عين صفقات جديده جت بتاع، طبعا هو مش كده يعني، بس هي طبعا ايه ربنا هو الحافظ، اللعيبه نفسها مش عارفه في ايه يا كابتن سلعاوي ولا جهاز، فده بيؤدي الى عدم ثقه في النفس بالنسبه للاعب. برضو الجهاز بيبقى برضو مش عارف فيه ايه، فبيبقى الثقه عنده في اللعيبه تدوير اللعيبه حته في استرس غير طبيعي من السوشيال ميديا حتى على اشرف توفيق وعلى اللعيبه، لدرجه ان مثلا انا عايزين ناخد مثلا انت يا كابتن هاسم وانت بتلعب وانا وكابتن سلعوي، ما انت في الاخر وانت راجل ككوتش، اللعيب بيجي يحط سلم جلس سلم خسرت البطوله اللي المدرب شاري الليله، لكن لو كان كسب هيطلع 100 اب و100 ام و100 جد و100 عم كله في المكسب، لكن في الخساره المدرب هو اللي شايلها، هو اللي شايل الليله. لا ناخد مثلا لو كان ابراهيم الجمال في الماتش بتاع جاب الرميتين كان حصل ايه؟ كان زمان الاهلي بطل ابطال العالم، اشرف توفيق ده مش حد زيه. ما انت كده في اقدار في قدر اللعيبه وقدر اللعيبه، فقصدي اقول لك يعني لازم يعني نصبر يعني ان شاء الله. افهم من كلام حضراتكم طبعا، وحضراتكم نجوم كبار واساتذتي واساتذه اجيال كتير، انه في باد لك غير طبيعي في ظروف صعبه بيمر بيها يعني الفريق. يعني انا في اعتقادي الشخصي ان الظروف دي ما مرتش على النادي بقى لها فتره كبيره جدا يعني جدا، حتى سلعاوي حبيبي يعني ركبته اتحسنت وتمام وزي الفل وبدا يتمرن ومفيش اي ستريس عليه وخد وقته يعني دكتور حقنه رجعت ركبته رشحت تاني فلا يعني انا اصلا هو بيني وبينك فارق كتير طبعا ومركزه يعني بالذات هو مبني عليه خفيف وكان بيخلص يعني في حسابات كابتن اشرف توفيق احمد سلاوي حسابات كتيره جدا في مركزه. ان شاء الله يرجع وان شاء الله الامور تتحسن، وانا عندي احساس ان اللي جاي افضل، وان مش معقوله هيبقى يعني الحظ هيعاند كده ومش معقوله الظروف هتبقى كده. واعتقد ان الجهاز الفني بيبذل مجهود كبير يعني في تحسين الصوره، واعتقد ان هم محتاجين شويه دعم. يعني انا برضو معتقدين ان الفرقه دي محتاجه دعم، لان احنا عندنا فرقه كويسه من احسن الناس. قد يكون لسه بس اصل برضو يا كابتن هيثم الاصابات ما ادتش الى التمرين الجماعي، انا ما بلاقيش قدامي الاربعه خمسه كل ما بيتغير الاربعه يتغير الثلاثه يتغير اثنين مصابين، انا ما كمدرب ما بقدرش يعني فرقتي مش تحت ايدي عشان كابتن انا لو ما اتمرنتش معاه عشان اعمل الشغل، لو ما اتمرنتش على ضد لعيب جامد في الملعب مش هعرف العب ضد لعيبه جامده بره، اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في المباراه لازم كده صحيح. طب يا كابتن هسال حضراتكم سؤال مباشر اتفضل. لا احنا بنجاوب عليك بصراحه، انا يعني احنا من المصلحه في المقام الاول ولو شايفين في خلل هنقول والله بس هقول لحضرتك حاجه. طيب احنا دلوقتي في مرحله الترتيب شايف خلاص جيم اوفر كده ولا شايف ان لسه في امل كابتن سلعاوي؟ الموقف صعب صعب بس في امل طبعا. لا ما لازم برضو الناس تعرف الاول ان الموقف صعب وهم اللي حطوا نفسه في الموقف الصعب وهم اللي قادرين على الخروج من الموقف الصعب.
طب لازم يحسوا بالمسؤوليه. طب يا كابتن فردا، خدنا خامس، خدنا سادس، خدنا رابع في الترتيب. اه كل هيفرق معايا انت كابتن عماد ان انا هلعب ماتش جامد بدري، الفاينل هيبقى بدري. البطل يا بس البطل اللي هيكسب كابتن هاشم، البطل يا كابتن هاشم عارف هيلعب اي حد. اه يكسب اي حد، تلعب اي حد وتكسب اي حد. وهو الاهلي ما كانش قادر، زي معلش برضو زي ما الناس بتتكلم دلوقتي، باد لك خسر جزيره على سبورتنج جيش، يعني هل الماتش ده ممكن يتكرر الجيش تاني ولا سبورتنج؟ لا اعتقد ذلك. طب ايه ما خلاش الناس اتكلمت على ماتش مثلا الزمالك لما كنا خسرانين 20 بونت ودي وعوض وكسب وعمل ماتش جامد جدا، رغم ان الراجل التاني طبعا مش هنقدر نقلل من قدر المدرب التاني، مدرب جامد جدا بتاع الزمالك، لكن ده يثبت ان الفرقه قادره وكسبت وفي كوتش كويس. طب كابتن، كابتن سلاو فتح حاجه او موضوع مهم جدا، هو الدعم. اه لازم طبعًا الدعم سبورت يا جماعه، سواء للجهاز الفني او للعيبه. اللعيبه في انا قريب جدا من اللعيبه، تقريبا شبه يوميا مع معظمهم. انا كان شرف اول امبارح كنت موجود انت اول امبارح في النادي وشفت التمرين. اللعيبه محتاجه دعم لا ينقصها الا الدعم، وتحس ان الناس كلها حواليها، لان حتى ما فقدوش الثقه في القادم. احنا نقابل مين في بعد ما نخلص رايح جاي؟ مش مفارقه، لان البطل لازم يكسب. هي الفرقه هتبقى بس ايه، ان مباراه يعني ايه مبكره، يعني بدل ما اقابل مثلا الاتحاد في اول جزيره او بتاع في النهائيات هقابلها في الاول، فمقابلتها في الاول دي دافع برضو ليا ان انا عايز اثبت للناس. ومحدش عارف الخير فين. ومحدش عارف الخير فين. يعني انت خدت بقى حضرتك ازاي يا كابتن امين؟ يعني طبعًا هل قبله بدري او قبله متاخر احسن؟ لا عند ربنا يمكن. بس طب ايه المطلوب يا كابتن؟ المطلوب بقى خليني اكلمك كلام بقى بروفيشنال قوي. تمام. المطلوب من اللعيبه والجهاز في الوقت الحساس ده ايه؟ المطلوب اولا مش هنتكلم على اللعيبه، انا هنتكلم الاول الجهاز الفني. الجهاز الفني مطلوب منه ان هو يعالج اللعيبه دي نفسيا ويديهم دفعه معنويه ان انتوا ابطال النادي الاهلي. ما ينفعش احنا لغايه دلوقتي يا كابتن هاشم انا وسرعان مره بنتسال يا جماعه الباسكت يا جماعه لغايه دلوقتي، وانا مبطل بقالي 30 سنه لغايه دلوقتي. فعاوز الجهاز الفني يا جماعه يركز على الدعم النفسي والمعنوي للفرقه، ان انتوا يا جماعه ابطال ولسه كسبانين بطوله، وكنا ممكن هنكسب البطوله الثانيه السوبر، وكنا بيننا وبينها يعني شوطه والثانيه هنكسب. فلازم دي نمره واحد الفرقه، نمره واحد المدير الفني والجهاز المعني، نمره اثنين الفريق بقى يا جماعه الثقه في النفس. ما ينفعش يبقى في ماتش مثلا لعيب يقف يشوط قدامي يشوط واروح انا لف عشان اجيب الكره، يروح دخل هو لامي من يا جماعه. نلعب باساسيات الفاندمنتال فين يا جماعه؟ الاساسيات. يعني قصد حضرتك ان احنا نتمسك، يعني كابتن عماد قصده ان احنا نتمسك بالمضمون، نلعب على المسوجة بقى دلوقتي ونفوق نفسنا وناخد دفع معنوي. خلاص مفيش دلوقتي يا كابتن هيثم، مفيش نبص ورانا، لازم نبص. يعني انا في رايي الشخصي لازم نبص قدامنا فيما هو قادم، وناخد ماتش بماتش، ماتشات كاس كانها بالظبط ماتشات كاس. بس انت معاك جهاز فني على مستوى عالي جدا، معاك لعيبه مستوى عالي جدا جدا، الناس كلها حواليك، اللعيبه القدام، النادي، النشاط الرياضي، كابتن رؤوف اجتمع اكتر من مره، شفته اول اجتمع بيهم بحضور التمرينات بسبب مستمره سافر كده. يعني الناس في دعم من النادي قوي جدا. لازم الجهاز الفني ترجع ثقته في نفسه تاني، ومعاكم مدرب اشرف طفيق من احسن المدربين الموجودين. صحيح. والجهاز المعاون ليه طبعا. لعيبه من احسن لعيبه لازم يرجع لهم الثقه في نفسهم، ولازم يحسوا ولازم يهتموا. انا شايف المشكله لازم يهتموا بالدفاع شويه يا كابتن هيثم. انا برضو شايف الدفاع مشكله. يعني يا كابتن ماتش سبورتنج حد دخل فينا 15 بونت في 5 دقائق. الدفاع مشكله يعني مشكله الدفاع مع ان مثلا اشرف طفيق من المدربين المهتمين جدا بالناحيه الدفاعيه. للاسف انا برضو ما اتكلمت مع كوتش اشرف، هو الراجل قال لي انا في التمرين مش قادر ادي شغلي، ما هو انا بيغيب 3 4 ما ده اللي احنا قلناه، ده اللي قلناه في البدايه. هو مش لاقي لعيبه تحت ايده عشان يقدر يديهم الخطط الدفاعيه، ولو لقى لعيبه هنا في 3 4 بيصابوا هنا. فهو الراجل يعني الدنيا انا شفت اول امبارح احمد مهيب ما بيتمرن، شفت الجمال مصاب، شفت عمر طارق ما كملش التمرين، مودي الصغير شفت مودي، وشفت حاتم البحيري وشفت مودي، محمد مصطفى برضو ما بيتمرنش. الاصابات مين يا كابتن؟ هل انا قلتهم ولا في كتير غير دول؟ لا في عندك الاصابات. طبعا عمر طارق ما زال يعاني من التواء في المكاحل. ايهاب امين مصاب في المنتخب وهيلعب بماسك. اول مباراه ليه بعد الاصابه؟ اول مباراه، اول تمرين امبارح، اول تمرين بالماسك. اول امبارح بالماسك. واخد ابراهيم الجمال من افضل اللعيبه، انا في رايي الشخصي ان الولد ده من افضل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. بس هو هيغيب النهارده، هيغيب النهارده، عنده اصابه في بطن قدمه. ما دي اصابه يعني سبحان الله. يعني دي احمد مهيب
كان عنده شبه شد في الاماميه او شد في الاماميه. عفضيل لسه راجع بس مهيب وحاتم هيلعب. محمد ابو النصر برده كان اتصاب ماتش بورج بس هيلعب. احمد حمدي عنده حوالي مزق في السمانه مش هيلعب. لا مش هيلعب. احمد حمدي انا سالته قال لي انا عندي مزق في السمانه وخف وكل حاجه ولكن بيرجع تدريجيا لان انت عارف مزق السمانه مزق ثقيل. محمد مصطفى مودي عنده مزق في الظهر طب كابتن عماد حضرتك شايف بالاصابات دي وغياب اليكس النهارده للايقاف للمباراه الثانيه شايف النهارده ان احنا نقدر وقادرين على الفوز بالمباراه؟ بص يا كابتن هاشم هو زي ما قال الكابتن صلاح ماتش فيري كريتيكال صعب جدا ماتش صعب ما حدش يقدر يتكلم في ظل وجود غياب الناس دي كلها في ظل غياب مثلا اليكس يونج صراحه وجمال ومودي واحمد حمدي وكلام الناس دي ماتش صعب جدا ولكن يعني انا عندي امل ان احنا نكسب بس برضه عاوز اقول للناس يا جماعه حتى الله يقدر الله يقدر لو ما لناش اسمه نكسب هنكمل مفيش هزار لسه في دور تاني ولسه حتى لو رابع او خامس ولا سادس ولا تفرق البطل يلعب اي حد ويكسب اي حد. عارف يا كابتن احنا كقناه النادي الاهلي ماتش النهارده ماتش الاتحاد احنا اصرينا طبعا وكان في اصرار كبير من اداره القناه ان يتذاع المباراه برغم ان هي تعلم مسبقا ان مباراه صعبه بس في الدعم اللي حضرتك قلت عليه يا كابتن سلعاوي ان احنا عندنا ثقه في لاعبتنا وعندنا ثقه في الجهاز الفني وعندنا ثقه في مسؤولين النادي الاهلي انه يقدروا يصححوا مسار الفريق طبعاً. والنهارده كان في اصرار كبير جدا يعني واخد بال حضرتك ازاي وكان بيبقى في حضرتك قريت طبعا السوشيال ميديا وبتاخد انها فاني يعني وتريقه وبتاع يعني ايه الناس طبعا يعني بتقول لك لا يعني جمهور كوره بقى وعاوزين نغير ونجيب واحد يكمل وبتاع الكلام مش كده مش قصدي يعني الفولي بول او حاجه او بتاع يعني نذيع بس الفولي بول وبتاع وكده ولكن دعم ومتناهي منا لفريق السله ودي على فكره لقطات من ماتش الاتحاد يمكن اخر مباراه لينا اللي فزنا فيها مش اخر مباراه قبل الاخيره اللي فزنا فيها في 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 بورسعيد في نهائي المرتبط. اللي انا عايز اقوله برضو ان انا الوم اليكس في التصرف الاخير. انت راجل لعيب محترف راجل لعيب المفروض ان انت جاي تساعد خسارتك الاهلي مباريتين كتير قوي كتير قوي في طبعا فكان لازم يبقى في نوع من الانضباط الاعصابي وخاصه ان هو كلاعب محترف 100% مر بالظروف دي مع انه لعيب كويس بس ده اول يعني الولد بص يا كابتن انت لو انت فاكر يا كابتن يمكن ده نتيجه التوتر الشديد والخسائر اللي انت طبعا. مش يعني مش متوقعها اللعيب انت فاكر يا كابتن هاني من نهائي دوري مرتبط عمل دايفنج ما يعني ما فيش حد ولا ابن النادي ولا حياته كلها الاهلي هيجيبوا لنا دلوقتي هيجيبوا لنا الدايفنج عمل دايفنج جاب كوره مش عارف هو الولد لعيب كويس اخلاقه كويسه كل حاجه بس انا برضو ليها نظره ان اللعيب المحترف اللعيب المحترف طبعاً. لازم يبقى عارف ان يعني واجباته ان من ضمن الواجبات الاساسيه هي الحفاظ على نفسه في الملعب يعني قصدي حضرتك ان اللاعب الاجنبي يعني اكتر كمان من اللاعب المصري طبعا لازم يكون ملتزم مهما يكن وبعدين في الاخر انت لعيب وانا حكم في مسافه بيني وبينك صحيح. لازم اكون انا عندي شيء وبعدين اعتقد ان ده لعيب محترف مر بيه المواقف دي كتير واكتر من كده ومر بيه الخسارات دي وان الفرقه انت انا محتاج اكون جنب فرقتي اكتر محتاج احافظ على انضباطي الانفعالي علشان اكون جنب فرقتي انت تتمرن معاهم وكل حاجه بس خسارته ماتش السبورتنج وماتش الاتحاد النهارده فرق معانا كتير هيفرق كتير طبعا. طب كابتن عماد يمكن خلينا نتكلم اكتر عن ملابسات المباراه. النادي الاهلي كان عنده مباراه فاتت السابقه لدي ونادي الاتحاد كان عنده مباراه سابقه لدي. كان الاتحاد كان عنده مين يا كابتن؟ كان عنده كان بيلعب الماتش الاخير كان سموحه وعمل مباراه من احلى المباريات يعني ما هو جاي فورمه اللعيبه شكلها كويس شايف ظروف المباراه يا كابتن عماد حللها ايه؟ بص يا كابتن هيثم معلش برضو انت طبعا لعيب خبره ولعيب دوري عارف انا ما اعتقدش ان ده ليه علاقه باللي احنا فيه كل ماتش له ظروفه كل مباراه ليها ظروف وانا معاك يا كابتن في كل مباراه يعني ممكن ثقه زايده فرقه بتكون كسبانه الفرقه كلها والاهلي مثلا صرف النظر عن الاهلي اي فرقه ثانيه انا اكون فرقه قويه كسبانه فرقه ثانيه ورايح العب فرقه خسرانه ثلاث ارباع الماتشات اللي انا هلاعبها وابص الاقيها هي موفقه عليا وانا من كتر الثقه يعني زي النهارده ماتش الفولي مثلا فاز الشوط الاولاني والثاني
اعتقد ان الماتش ايزي ماتش. نعم. فقدوا التركيز شويه الماتش الثالث، خسروا الشوط الثالث شدوا حلهم ثاني كسبوا. فنفس الموضوع انا مش كل شايف ليه على كل ماتش لظروفه. ظروفه ده راي حضرتك طبعا. طيب المطلوب من النادي الاهلي النهارده كابتن؟ مطلوب ان احنا نعمل زي ما كنا بنتكلم انا والكابتن بره، احنا 5 على 5، في 5 في الملعب واحنا 5، كل 5 تنزل تموت نفسها، تعمل اللي عليك بمنتهى الثقه ان انت بتمثل النادي الاهلي. يعني احنا في الملعب 5 وهم 5، لازم احنا الاهلي زي ما هم الاتحاد، زي ما احنا خدنا منه دوري المرتبط وكنا على ابواب ان احنا ناخد السوبر عقاب قوسين، ده احنا كان فاضل شوطه واحده تيجي ثانيتين ماتش خلص. فاحنا لازم عندنا هذه الثقه حتى لو اليكس يعني ما بيلعبش معانا. كابتن سلام، حضرتك شايف كلام كابتن عماد قابل للتطبيق في ارض الملعب؟ لا انا ان شاء الله شايف ان كابتن عماد الكلام مظبوط وانه قابل للتطبيق، وان هي المباراه احنا ما بنقولش ان هي سهله، مباراه صعبه وصعبه جدا، لكن هم فريق الاتحاد فريق كويس معهم، بس غايب منهم اتنين عادل احمد عادل دوله اللي هو البوينت جارد واحد، انا اسف دوله واحد بس واحد تقيل يعني واحد مؤثر يعني طبعا حتى موجود في اللقطات دي كان بس مؤثر. هم معهم جهاز فني محترم، لعيبه كويسه، بس احنا برضو على احنا معانا جهاز فني كويس جدا، معانا لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، بس الاتحاد تلقى هزيمتين يا كابتن، يعني تلقى هزيمه من الزمالك ومن الجزيره خارج ملعبه خارج ملعبه، يعني برضو يعني الاتحاد برضو تعثر قابل انه يخسر زي ما خسر يعني اي نعم، اكتر فرقه ستيبل وفرقه محترمه وفرقه جامده وعليها جهاز فني محترم واداره محترمه بتساندها، او الدايفنج بتاع اليكسانج يا جماعه معلش عدي له الكره دي، هو ده الدايفنج اللي كان بيقول عليه كابتن عماد اللي هو رمى نفسه على ارض الملعب وما هموش ان هو يتصاب، معلش يا جماعه عدوها لي تاني. فاللي عايز اقوله لحضرتك انه يعني الاتحاد برضه تأثر، الاتحاد اوكي الاتحاد تأثر خسران 2، لكن انا عايز اقول ان الاتحاد فرقه كويسه جدا، فرقه بتلعب باسكت كويس جدا، كابتن احمد مرعي برضه بيدورهم كويس وعارف بقاله فتره معاهم بقاله سنه وشويه، لكن ده لا يمنع ان احنا عندنا برضه ابطال في النادي، عندنا جهاز فني كويس. بس انت خسران 30 بونت ولا 25 بونت بيحطهم لك الاكس يانج برضو. خسران اخر مباراه 38 بونت في ماتش الزمالك. ما ده اللي انا اتكلمت فيه، هو ده الالتزام الانفعالي اللي كنت بتكلم عليه، ان كان لازم يكون هناك الالتزام انفعالي، لازم برضو نحط في دماغنا ايهاب امين عمره ما يبقى 100% قوته بعد اللي جاي، بس ايهاب عودنا انه ليه مفاجآت. بص يا كابتن الكره دي اهي، بص اليكس يانج بيرمي نفسه على الملعب ومش همه، ده ممكن يتعور، اتعورت في كره زي دي مره كتف، فعمل دايفنج على الارض وخد الكره ده وعمل جند، وكانت الكره دي مهمه، وساعتها سيف تحت الحلقه عمل في البيز لاين، دي اللي خلصت الماتش، دي اللي خلصت الماتش حتى لوحده، وكانت باصه حلوه لعمرو جند. يعني قصدي اقول لك انه لما بنكمل شكلنا الشكل بيختلف. ما انا بقول لك يعني انا لغايه دلوقتي النادي الاهلي لم يكتمل كلاعيبه كقوه ك 15 لعيب متسجلين في قائمه الاتحاد الباسكت. طب كابتن سعيد وحضرتك معايا طبعا كابتن عماد نجوم مصر تحت الحلقه، ريباوندر مصر وبلوكر مصر، يعني اتكلم النهارده عندنا مشكله تحت الحلقه ولا اللعيبه تمام؟ لا عندنا مشكله تحت الحلقه. طيب مين اللي هيلعب تحت الحلقه النهارده يا كابتن؟ النهارده اعتقد سيف ادي واحد، وممكن يبدا بالولد مالك ابو فتوح. طيب ناخدهم واحد واحد، سيف سمير وعند حضرتك عبد الفضيل رجع وهيلعب او لعب المباراه سبورتنج بالظبط، يعني عايز اقول لك بيلعب. عندك عمر طارق تحت الباسكت، انت قصدك يعني كتحت الباسكت السناتر. السناتر. عندنا عمر طارق، عندنا مالك ياسر ابو الفتوح، في حد تاني نسيته؟ يا كابتن؟ لا لا، هو مالك بيلعب اربعه عبد الله ناصر اعتقد ممكن، بنتكلم على اربعات والخمسات بره. يعني انت عندك سيف عبد الفضيل عمر طارق الثلاثه بيلعبوا ثلاثه، اليكس سانج كان بيلعب اربعه. كده انت عندك مشكله، وكان عمرو الجندي بيلعب اربعه في بعض الاوقات، بس عمرو الجندي معرفش تختلفوا معايا ولا لا، عمرو الجندي اسند عليه اربعه. انما ما مش يلعب مش صعب دي أربعة. صعب يلعب اربعه، اسند عليه ببعض عنده وحسب مين اللي يلعب بره على طول، فياخد الكره عاوز يطلع بره بيه. بس صعب لو في لعيب جامد تحت الباسكت زي هيثم كمال وزي رامي هيبقى سهل جدا انه بيبو يحسن. اعتقد ان سيف سمير ليه دور، هيبقى يعني ممكن يلعب اربعه سيف سمير؟ لا سيف سمير تحت الباسكت هيبقى ليه دور اعتقد. مين يلعب اربعه غير ما هدي دلوقتي انا بقول لحضرتك تحت الحلقه احنا عندنا شورتج في بوزيشن 4. بوزيشن 4 احنا عندنا ما عندنا احمد حمدي مصاب وعندك اليكس بره وعندك احمد السلعاوي مصاب، ما هو دول الاربعات اللي عندنا.
دلوقتي انت عندك مشكله في اربعه، عمرو الجندي هتسند عليه 15 دقيقه، طب والباقي؟ هي المشكله بوزيشن اربعه دلوقتي. انا بقول لحضرتك عشان كده انا فتحت موضوع تحت. لا يعني انت حضرتك انت كابتن هيثم وجهه نظرك سليمه جدا جدا ان احنا عندنا مشكله في بوزيشن اربعه بالنسبه للنادي. ف كان بيغطيها اليكس وكان بيغطيها عمرو الجندي في بعض الاوقات، وكان بيغطيها سعد ابنك كان بيغطيها احمد السلام. طب عبد الله ناصر ما يغطيش الاربعه دي لو كان جوه؟ لا 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 مالك مالك ابو الفتوح في فراخ دولت لسه ما يعني ما تقدرش تسال عليهم في ماتش جامد زي ده يعني. ممكن مركز اربعه يا كابتن هيثم عاوز يعني ثقه عاليه جدا. اولا لازم يكون لعيب خفيف يقدر يطلع بره، عنده ميديوم شوت، عنده يقدر يباص، يعمل اسيست كويس، يعمل هاي لو كويس، يعرف يباص كويس. لكن لما يكون لعيب صغير زي كده ماسك الكره بخيل، خاصه لعيبه الاتحاد المرعي بيعمل روتيشن كتير، فتلاقي اللعيب عندهم كل مره قوه جامده جدا. طب انا اقول حاجه كده وقول لي رايك فيها يا كابتن سلاوي. سيف سمير يلعب اربعه وعفضيل خمسة؟ عفضيل ايه؟ وعفضيل خمسة؟ خمسة يا عمر طارق خمسة. عمر طارق خمسة. انت عندك خمستين هتلعب بيهم الماتش. تودي سيف يلعب اربعاية بس الملعب هنا، وسيف يقدر يمسك هيثم ويقدر يمسك رامي يطلع معاهم بره. ويقدر يمسك اسماعيل لو لعب اربعاية؟ لا لو اسم انا رايي يعني لو اسماعيل لعب اربعاية وبينزل اربعاية عمرو الجندي. عمرو الجندي يمسك. رايك ايه؟ طبعا طبعا. صح لو طلع ممكن لو طلع اسماعيل اصل لو سيف طلع لو سيف مسكه وطلع مع اسماعيل بره هياخده وينزل. وخلينا اقول لحضرتك ميزه عمرو الجندي يلعب اربعيه بس معلش هم يعني الزملاء بيبلغوني لازم اطلع فاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نكمل تحليلنا لمباراه الاهلي والاتحاد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وبنفكركم طبعا ان اللي مش هيقدر يتفرج علينا على شاشه قناه النادي الاهلي المباراه مذاعه مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على اليوتيوب شانل الاهلي تي في يقدر يتابعنا طبعا يعني هو مش كل الجمهور يقدر يتابع على شاشه التلفزيون فاحنا طبعا موفرين ده لحضراتكم ويشرفنا طبعا متابعه حضراتكم. طبعا كابتن مادي يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن وجود عمرو الجندي في بوزيشن 4 ليه مميزات انه ممكن يدي لك ادفانتج في السكور خاصه انت قوه هجوميه كبيره اليكس يونج مش معاك فانت محتاج تزود اللعيبه الهديفه في الملعب. رايك يا كابتن؟ طبعا رايي صح يا كابتن هيثم بس القصه كلها زي ما انت قلت في الاول عمرو الجندي هيقدر يديني قد ايه في مركز اربعه؟ هيلعب قد ايه من انا نقول هيلعب شوط مثلا من 40 دقيقه؟ واللي انت برضو محتاج منه ان هو يدافع على لعيبه طويله، محتاج من لعيب يدافع على اربعه هو يعتبر لعيب قصير. صحيح. اربعه هيدافع على مين؟ على اسماعيل ولا على مين؟ صحيح يعني الموضوع يعني احنا فعلا اليكس يانج حطينا في فيري كريتيكال سيتويشن، موقف صعب جدا يعني كان لازم لما كان الكابتن خاصه في غياب احمد حمدي كمان. احمد حمدي برده كان بينفعنا طويل يقدر يتحرك عنده خفه حركه. ما كانش معتز حسني معتز حسني ينفع اربعه يا كابتن؟ لا بتلعب خمسه يعني هو المفروض ان لعيب طويل وخفيف وبيجري وكده يعني ممكن لا ممكن يلعب بس ما عندوش مهام مركز بس هي المشكله ان فرقه الاتحاد السكندري فيها لا يقل عن ست بوفيتات طبعا وعندهم خمسات واربعات كتير فانت برضو الروتيشن هيبقى شكله ايه بين الـ بين بينهم خاصه المرعي بيغير فيه روتيشن جامد جدا بيعمل انهاك للقوه اللي بتلعب قدامه فهتلاقي كل مره انت اللعيبه بتاعك ثابت وكل بيتغير عندك بيبو عندك رامي عندك هيثم عندك علي عندك اسماعيل هذه خمسه نعم. طب كباتن خلينا نستعرض مع بعض مثلا الجهاز الفني لسله الاهلي يعني نذكر الناس ب بعض المعلومات المهمه اللي يهم جمهور نادي الاهلي يعرفها. خلينا نستعرض مع حضراتكم الجهاز الفني من نادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. خلاص تمام الجهاز الفني للنادي الاهلي بيتكون من اشرف توفيق مدير فني، سيد مصطفى مدرب عام، احمد الجارحي مدرب عام، علاء لطفي محلل فني، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيب الفريق، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمود حمدي اعتقد دلوقتي في علاء العشري مش محمود حمدي مخطط احمال، محمود حمدي راح الفريق الاول لكره القدم، محمد عيسى مساج اخصائي تدليك، وحامد الكاس ده مهمات بالنسبه للفريق. يعني برضو يا كابتن انا بنأكد على المعلومه اللي حضرتك قلتها قبل في بدايه الاستوديو ان في تخصصيه يعني احنا كان عندنا محمود حمدي مخطط احمال وده من افضل مخططين الاحمال وتم استعان بيه فريق كره القدم الفريق الاول في كره القدم يعني معنى كده
وعلاء العشري من فريق البنات وراح فريق الرجال، يعني قصده لا كان علاء العشري السنه دي كان يعني مخطط الاحمال بفريق الناشئين وطلع راح اشتغل في الدرجه. يعني انت عندك ناس عندها كفء وعندها كفاءه لدرجه ان فريق القدم خدتهم. يعني ما نقدرش نقول يا كابتن سلعاوي ان الاصابات دي نتيجه سوء تخطيط احمال؟ لا مش انا، لا ما بص حضرتك الاصابات في حاجات منها ممكن تكون عدم استيعاب اللعيب للعضله بتاعته في التمرين، لكن في اصابات بتحصل في الملعب، الاصابات اللي في الملعب دي خارجه عن الاراده. القدر. يعني ده بياكد كلامنا ان احنا يعني في عندنا سوء حظ غير طبيعي يا كابتن. طيب. الباد لك صح. خلينا نتكلم عن مواجهات الاهلي والاتحاد الاسكندري لو جاهزه مع حضرتك يا كابتن عماد، يبقى يعني كان نشوف المواجهات الاخيره اللي حصلت. هو طبعا هم لعبوا في دوري المرتبط. الاهلي خسر في الماتش الاولاني 81-71، الماتش الثاني الاهلي فاز 68-66. ده في المرتبط. ده في المرتبط. طيب وفي السوبر يمكن السوبر انتهى فوز الاتحاد، هو مش معانا دلوقتي ولا لا؟ هو معنا؟ مش معانا. مش معانا بس في السوبر طبعا السوبر بتاع السنه فاتت الاتحاد كسب فرق باسكت. فرق باسكت. يعني كانت باد لك يعني خالص يعني فاضل سنتين لو كان جابهم نقطة واحدة كمان مش باسكت، ده نقطة واحدة بيناجي بيبلغني انها نقطة واحدة. طيب كابتن سلعاوي يجي لحضرتك مشوار الاهلي في دوري سوبر السلة، يعني برضو خلينا نذكر الناس بالمباراة. احنا نعتبر النهارده في الجولة اللي هي الأخيرة، نعتبر في الجولة الأخيرة النهارده. فات يعني ست جولات. الأهلي وصل رصيده 8 نقاط من الست جولات. فاز في الجولة الأولى على اتصالات، وخسر قدام طلائع الجيش، والجولة الثالثة خسر قدام الجزيرة، والجولة الرابعة فاز على الزمالك بعد وقت إضافي، مباراة من أروع المباريات اللي لغاية دلوقتي اللي عملها النادي الأهلي كفرقة مباراة الزمالك. المنتدى كانت مباراة كبيرة. كانت طبعا 111-106 تقريبا. بعد وقت إضافي 112-106. يعني كان في روح، كان في عزيمة، في إصرار، في تماسك. الجولة اللي هي الخامسة كانت قدام سموحة في اسكندرية، وللأسف خسر 5 نقاط وكان فيها بعض المشاكل شوية. الجولة السادسة كانت مع سبورتنج، ودي كانت من يومين. يعني انت عارف يا كابتن بالرغم كل ده لما مباراتين سموحة وسبورتنج كانوا ظبطوا الدنيا معانا جدا. طبعا بصراحة طبعا يعني بالذات كابتن عاصم مثلا زي ما اتكلمنا دخل فينا حوالي 12 13 منت في حوالي كام دقيقة. صحيح. ماتش سبورتنج يعني. واعتقد انا في رايي الشخصي برضو عشان ما نرميش كله على الجهاز الفني وكده، اعتقد اللعيبه كان اللي عليها دور ومسؤوليه في الماتشين دول. اعتقد ان هم استسهلوا المباراتين. لا استسهلوا ايه؟ لا ده هو طبعا دي لقطات حيه من ارض الملعب في طبعا تسخين نادي الاتحاد السكندري او النادي الاهلي طبعا، لانه النادي المضيف نادي الاهلي طبعا ونادي الاتحاد نادي الاهلي باللون الاحمر طبعا زي ما حضراتكم عارفين، نادي الاتحاد السكندري باللون الاخضر المشهور ليه. بس خليني اقول لك حاجه يا كابتن حالي الارقام معلش بعد اذن حضراتكم. في ماتش سموحه احنا جايبين 83 نقطه كابتن سلعاوي تمام 83 نقطه كان ساعتها اليكس بيلعب. تمام كابتن عماد. تمام. ماتش سبورتنج اللي بعديه في الجوله السادسه جايبين 69 نقطه. وما كانش بيلعب غياب اليكس يونغ. طب احنا عندنا قوه هجوميه جامده جدا مش اقل على الاقل 20 بونت خسرناهم. لا نقول 20 بونت يا سيدي في الميديا. اسوء ظروف في الميديا 20 بونت. وكمان حاجه ثانيه يا كابتن معلش انا بسال وحضراتكم اساتذتي، هل ان يخش فينا 74 نقطه ماتش سبورتنج ويخش فينا 88 نقطه في ماتش سموحه نقدر نكسب ويخش فيها السكور ده؟ لا صعب. صعب يعني الدفاع هو المكسب. الدفاع هو المكسب، بيديك باسكت سهل، بيديك قوه، بيزيد حماسك، بيخلي عندك شراسه في الهجمه اللي بعديها انك تقطع الكوره وتجري عليهم في وسط. هو في حته سلامي كنا بنتكلم عليها برضو قبل كده يا كابتن هيثم، مش يعني ما ينفعش كل مره 5-5 هجوم. نلجا للعب السريع اكتر. هو النهارده الاتحاد السكندري بالذات عايز لعب سريع شويه تجري عليه، لان هو فرقه من الفرق اللي بتجري. بتكلم على اللي فات ماتش سبورتنج، انت من بتلاقي حالات نادره تلاقي الواحد بيحط باسكت لوحده. اولا بيحط باسكت لوحده بيجيب احباط الفرقه الثانيه، وبيبقى في سرعه فاست بريك. اهو ايهاب امين اهو لابس الماسك الطبي. ايهاب امين لابس الماسك الطبي، ودي اول مباراه ليه بعد تمرينه واحده بالماسك، والولد الحقيقه يعني عايز مصمم يلعب. مصمم يلعب يعني برده خلي بالك مصمم يلعب.
ولد برضو الولد يعني مكسب النادي الاهلي من الشخصيات الجميله والمقاتله والنظيفه والقناعه جدا. مودي الجرحي في الملعب يعني برضو مودي الجرحي من اللعيبه اللي هي بدات من ماتش سموحه وسبورتنج بدات تحط يعني بدات يرجع لشبه مستواه اللي هو لسه عنده تاني ولسه عنده كتير واحنا منتظرين منه كتير. وعبد الله ناصر اهو في الملعب. عبد الله ناصر هيلعب. انا قلت له في الملعب. قلت لك عبد الله ناصر هيلعب وكابتن اهو النهارده. مفيش حد بقى دلوقتي. لان مفيش اربعايه فهو ممكن يكون عايز يستغل. عايز حد يلم برضه خفيف يغير يعمل اي روتيشن معايا. لان زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان هناك في اكتر من ست لعيبه نص قوام ال 12 بتوع الاتحاد الاسكندري. عنده خمسه. عنده خمسه بيلعبوا مركز اربعه وخمسه. عنده خمس لعيبه يبدل ما بينهم. طبعا خمسه انت اي فرقه بتبقى اربعه. ده حتى يعني كل فرقه عنده في وفره. مثلا طبعا. طب هل غياب دوله صانع العاب منتخب مصر الحقيقه لعيب هايل غيابه ممكن ياثر ولا عنده بديل؟ انا رايي الشخصي ان الولد طبعا دوله ربنا يشفيه وعمل عمليه وولد مستقبل برضه مستقبل كرة السلة مستقبل كرة السلة بالنسبة للاتحاد المصري يعني ولد كويس جدا ربنا يشفيه ويوم بالسلامة ويرجع ان شاء الله لكن اعتقد ان عنده الولد فودة والولد ميدو والولد مؤمن دوجة تمام. طب كابتن سلاوي استاذن حضرتك وكابتن عماد نروح لارض الملعب ومراسلنا محمد توفيق وينقل لنا الاجواء اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام كباتن مصر في كره السله كابتن محمد سلعاوي كابتن عماد مراد يمكن يتجدد اللقاء استوديو الابطال واحده من مباريات القمه في دوري سوبر الرجال في الجوله السابعه من الدور الترتيبي ودي الجوله الختاميه لدور الذهاب يمكن زي ما بنقول دي مباراه قمه يمكن نهائي مبكر للبطوله يمكن اخر ثلاث مواجهات بين الفريقين كان في نهائي البطوله العام الماضي وكمان شفنا مباراه كبيره بين الفريقين في الدوري المرتبط وكمان في مباراه السوبر يمكن ان شاء الله نتوقع النهارده من الاجواء اللي داخل الصاله هنا وكمان نتائج الفريقين مع بعض في اخر المباريات ان احنا نتفرج على مباراه كبيره يمكن خلينا نقول لك الاجواء هنا داخل الصاله حاله من الود والحب الكبيره جدا بين جهازين فنيين كبار يمكن كابتن اشرف توفيق كان في استقبال كابتن احمد مرعي المدير الفني فريق الاتحاد لاعبي الفريقين يمكن حفاوه كبيره جدا في الاستقبال اجواء اكثر من رائعه يمكن كان في كلام ودي بين الفريقين يمكن الامن كان مصر ان يبقى فيه 20 فرد فقط تابعين لكل نادي يمكن كابتن طارق الغنام بنفسه اللي كان يعني مشرف على دخول اعضاء نادي الاتحاد وذلل لهم كل الصعوبات اللي واجهتهم في دخول الصاله وهو اللي كان بيتكلم مع الامن بنفسه اجواء اكثر من رائعه ان شاء الله تكتمل في ارض الملعب ونشوف مباراه كبيره يمكن كمان بنتكلم عن النهارده عوده ايهاب امين لاول مره منذ غياب بعد الاصابه مع المنتخب عايز اقول لحضرتك كابتن هيثم ايهاب امين النهارده يلعب المباراه مرتدي يعني زي ما بنقول ماسك كده او واقي للوجه بناء على نصيحه طبيب الفريق حتى لا تتجدد الاصابه مره اخرى قال لي يعني كلمت يمكن مع دكتور الفريق قال لي لسه في خطوره على ايهاب ان هو يلعب من غير ماسك فهنفضل لابسين الماسك شويه لحد ما نتاكد انه تمام بشكل كبير يقدر يلعب من غيره ما فيش خطوره عليه يمكن اكثر من غياب يمكن زي ما كابتن هيثم كل المباريات اللي بنتكلم فيها مع بعض النادي الاهلي تقريبا ما فيش مباراه لعب سكواد مكتمل الغيابات برده ما زالت تلاحق النادي الاهلي يمكن النهارده اكثر من غياب اليكس يونج للايقاف للمباراه الثانيه على السوالي احمد حمدي كمان غايب للاصابه ابراهيم الجمال غايب للاصابه محمد مصطفى مودي ويمكن كمان في برده بعض الاصابات في نادي الاتحاد احمد عادل الاصابه يمكن دي المباراه الخامسه على التوالي اخر مباراه ليه كانت امام الزمالك اصيب فيها وما شاركش تاني احمد الصباغ دي المباراه الثالثه على التوالي غاب عن نادي الاتحاد وادم الصباغ بيغيب برده للمباراه الثانيه زي ما قلت لحضرتك اجواء اكثر من رائعه ان شاء الله نتفرج على مباراه قمه ما بين كبيرين كره السله في مصر نادي الاهلي ونادي الاتحاد ان شاء الله يكون يعني المباراه عند الموعد ودايما يوصل المتعه والمشاهده الممتعه على قناه النادي الاهلي معاك كابتن هيثم مضيف الكرام الكلمه لحضرتك شكرا جزيلا محمد توفيق من ارض الملعب يمكن الحقيقه جاوبتنا على كثير من الاسئله الحقيقه اللي كنا محتاجين نعرفها بشكرك واكيد هنرجع لك تاني في لقاءات يمكن لقاءات مع النادي الاهلي والاتحاد اللي تقدر طبعا تعمل لنا معاه لقاءات احنا طبعا نبقى سعداء جدا من ارض الملعب كابتن عماد يمكن في غيابات في الاتحاد السكندري احمد عادل ربنا يشفيه واحمد الصباغ وادهم الصباغ يعني ربنا يشفيهم جميعا تهيألي قوه برضو التلات لعيبه لا قوه طبعا قوه خاصه يا كابتن هيثم الترانزيشن اوفنس بتاع الاتحاد قوي جدا في وجود احمد عادل صحيح بيغير الملعب في اقل من ثانيه بتلاقي ان الكوره في نص الملعب فده يفرح يعني وبرده في نفس الوقت مفروضه بيعمل نفس الموضوع مؤمن دوجا ممكن يعمله فانا بطلب من الكابتن اشرف ربنا يوفقه ميدو ميدو محمد طه لازم الترانزيشن اوفنس ده لازم يقف
ما ينفعش يبقى فاست بريك، هتبقى صعبه جدا في ظل العدد النقص العدد. بيجروا كويس وبيجروا في اللاين الروتيشن عندهم كام 12 لعيب احسن من بعض، يقدر يغير علينا في اي وقت. احنا يمكن اشرف الله يكون في عونهم هيعتمد على 8 9 بالكثير اللي هم اساسيين عنده، فان شاء الله ربنا يعمل الصالح يا رب. طب كابتن، يعني خمس غيابات النهارده كتير، يعني عندنا الجمال غايب، يعني زي ما اتفقنا في الاول احنا قلنا مفيش تمرين كامل ولا مفيش مباراه كامل. كامله خمسه من اصل 15 لاعب كتير جدا، يعني اليكس يونج. بص يا كابتن، اليكس يونج، الجمال، مودي، احمد حمدي، السلعوي، خمسه من 15. يعني احنا انا بس عايز اوصل للجمهور ان احنا مش في 10 ولا موجودين. استنى بقى، انا هقول لحضرتك حاجه تانية. ايهاب امين راجع من اصابه اول ماتش، عمر طارق راجع من اصابه دي يمكن تاني ماتش، لا هو اتصاب في الماتش اللي فات ما لحقش. اي صح 48 ساعه، ايوه 48 ساعه الماتش اللي فات وجهزوه لعب. عندك نفس الكلام، عندك ايهاب امين راجع من اصابه، عندك مين في ارض الملعب كمان، يعني مودي الجارح ما لعبش ماتش، الماتش اللي فات برضو كان عنده اصابه مشكله. طب انت عندك ثلاث لاعبين اهم، وحاتم البحيري كمان صحيح كان ما بيلعبش، انت عندك اربع لاعبين في قوام، القوام اللي موجود 12 لاعب، وابو النصر كان مصاب برضو، واربع لاعبين، هنقول اربع لاعبين من اصل 12 راجعين من اصابه، وانت عندك خمسه غايبين، يبقى كده تسعه. يعني اذا انت بتلعب باربع لعيبه بقوه مثلا 50 60% من قوته، برضو انت بتلعب كان نقص لو شلت 40 من كل من الاربع لعيبه، يعني عندك اثنين لعيبه منهم بره، يعني انت بتلعب كانك باتنين 100%. واصابات ملهاش علاقه ببعض، بس احنا برضو عشان نقول يعني كلمه بالصراحه، يعني اعتقد ان اي حد ان شاء الله موجود هيعمل ما هو مطلوب منه. اي واحد وقع للنادي الاهلي مش كانش هيجي النادي الاهلي الا لو النادي الاهلي عارف امكانيات هذا اللاعب وان اللعيب ده، فاحنا عندنا اللي موجود ان شاء الله وهيسد، وبمن حضر زي ما كنت شعارك المعروف. انا في اعتقادي الشخصي ان كلهم على مستوى واحد، وحتى الاولاد الصغيرين، احنا عندنا اولاد صغيرين مش متواجدين في انديه تانية، صحيح، سواء يعني في الولاد او في البنات. مين زي مين مثلا؟ احنا يعني عندك الولد عبد الله علاء زهراء، علاء زهران، الولد ياسر فتوح، مالك ابن مالك ياسر فتوح، وليد محمود وليد أربعة. في عندك كمان معداوي، بودي حسام في المعداوي، في ولد عمر طارق الصغير. في اكتر من، يعني احنا مؤمن طارق خيري اللي هو امبارح كان بيتمرن مع الفرق، من احسن الاولاد. مؤمن طارق خيري عندك مجموعه كويسه جدا، وعندك النادي الاهلي غني جدا بناشئين، و يعني في جهاز ناشئين بقياده كابتن سيد صابر، و طبعا جهاز محترم قوي، وعلى طول في دفع بالاولاد. يعني احنا عندنا ناشئين، عندنا برده واحد زي احمد مهيب، ربنا يوفقه النهارده. يعني احمد مهيب، وفي البنات على فكره كابتن هيثم، البنات في ورا الفريق الاولاني في مجموعه من الناشئات هايلين. طب كابتن عماد، يعني نستعرض بحضرتك سريعا كده مشوار الاتحاد السكندري حتى هذه المباراة، اتفضل يا كابتن. هو في الجولة الأولى طبعا الفاز على طلائع الجيش 88-50، فرق جامد جدا طبعا. الجولة الثانية خسر من الزمالك فرق بونت 87-86. في الماتش الثالث فاز على سبورتنج 90 فرق 12 بونت 78. الرابع فاز على مسيرة صلاة 99-75. في الماتش الخامس خسر من الجزيرة 98-95 بعد ما كان خسران طول الماتش 20 بونت. قرب الدنيا. قرب بس 3 بونت. اخر ماتش فاز على سموحه 88-76 كان ماتش مرتاح قوي. صحيح. طب كابتن استاذن حضرتك، والفرق 2 بونت على فكره. طيب خلينا نروح حكبات اللي محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب، ولقاء مع الكابتن طارق الغنام مدير اداري الفريق الاول لكره السله رجال. اتفضل يا محمد. من جديد كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام، وينضم لنا للكلام والحديث اكثر في تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي لمباراه قمه دوري سوبر السله رجال بين الاهلي والاتحاد. كابتن طارق غنام المدير الاداري لفريق النادي الاهلي، كابتن طارق يمكن كنا بنشيد بحضرتك لسه من لحظات على الهواء، والاستقبال اكثر من رائع والاجواء الوديه ما بينكم وما بين فريق الاتحاد، يعني كلمنا بشكل اكثر النهارده على الاجواء والغيابات والترتيبات بشكل كامل للمباراه. اولا بقول مساء الخير كابتن هيثم وضيوفه، مساء الخير عليكم ودعواتكم، ربنا يكرم ان شاء الله. الاجواء لا، احنا دايما يعني احنا والاتحاد السكندري يعلم الله يعني الاحترام والحب المتبادل بيننا اللعيبه وبعض، ومش عايز اقول لك كمان جزء كبير من جماهير الاهلي والاتحاد العلاقه كويسه الحمد لله.
عندنا شويه تجديدات بس امنيه، كان في ماتش اهلي وجيش طايره برضو كان في تجديدات، فدايما في قصه في الموضوع ده، بس ان شاء الله الموضوع سهل مفيش مشاكل. بالنسبه لينا احنا برضو اللي هطلع اقوله مش هطلع اتكلم، ان شاء الله ماتش رجاله وقدها، ومش هتكلم على الغيابات. انا يمكن من اول السنه لغايه دلوقتي ما مرنتش 5 تمارين مع بعض الفرقه كلها، مش عايزه دي برضو مشكلتي ودي مشكلتنا احنا مش مشكله حد، بس انا بحب بس الناس تبقى عندها فكره وعارفه. يمكن الدنيا مش متظبطه الفتره اللي فاتت، مش عايز الناس تبقى زعلانه، عايزها تفضل ورانا، وان شاء الله باذن الله رب العالمين ربنا يقدر الناس دي واللعيبه دي بقياده كابتن اشرف توفيق اللي هو واحد من اللي عملوا الباسكت في النادي الاهلي مع مدربين غيره، بس دي حقيقه ودي حاجه لازم نسلم بيها، ومحدش يشك ان مفيش تمرين وان مفيش خطط وان مفيش الكلام ده ما بيحصلش، بالعكس يمكن معروف عن المدير الفني بتاعنا طول عمره ان هو في الحته دي بالذات ما عندوش فيها اي مشاكل خالص، ودعم المدير النشاط الرياضي معانا صراحه على طول، ودعم المجلس كله كلهم بيكلموني وشدوا حيلكم احنا وراكم وفي ظهركم، وانا صراحه بشكرهم جدا، وبوعد الجماهير باذن الله ان حتى في اوحش الظروف لا قدر الله يعني احنا كده كده ده كله ترتيب، لازم نبقى فاهمين ان الترتيب يعني بتترتبوا. يمكن السؤال الثاني كابتن، يعني كان لغط كبير جدا على يعني زي ما بنقول آفه العصر دلوقتي السوشيال ميديا وبعض الناس اللي مش فاهمه نظام البطوله ان ده دور ترتيبي، ففي ناس كتيره بتتكلم عن ترتيب من دلوقتي ومنافسه، فيعني حضرتك برضو تفهم الناس بشكل اكبر ومشاهدينا الدنيا ماشيه ازاي في هذا الدور. لا هو كل الماتشات دي ترتيب، يعني انت اللي بيكسب بياخد 2 بونت واللي بيخسر بياخد بونت، فكده كده انت ترتب من اول للثامن، وبعدين الاول يلعب الثامن والثاني يلعب السابع، وبعدين يطلعوا الاول يلعب الرابع، فكده كده كل ده ترتيب. يمكن بس اللي فيها يبقى مشكله، مش هقول لك ان هي حاجه عاديه، لا هو بس المشكله انت ممكن تقابل فرقه في السيمي فاينل بدل ما تقابلها في الفاينل لو ربنا كريم واراد، هي دي بس بتبقى المشكله، ان ماتشاتك ممكن الثقيله تيجي بدري، لكن الترتيب عادي ما حصلت. يعني انت لو تابعت السنه اللي فاتت واللي قبلها تلاقي ان ممكن يبقى فرقه اللي خدت الدوري كانت رابع مثلا، فبطمنهم وان شاء الله باذن الله رب العالمين، باذن الله رب العالمين الدنيا هتتحسن كتير باذن الله. شكرا كابتن، بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمك. شكرا ربنا يكرمك. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن طارق الغنام، متواصلين مع حضرتك وتغطيتنا الخاصه والحصريه لقمه دوري سله الرجال الاهلي والاتحاد، الكلمه لحضرتك. شكرا جزيلا محمد مراسلنا من ارض ملعب محمد توفيق، بشكرك شكرا جزيلا، وكان لقاء مهم مع كابتن طارق الغنام، والحقيقه الراجل يعني وضح بشكل كبير حجم المعاناه اللي بيعانيها الفريق من غيابات غير يعني متوقعة بالمرة، بكل مباراة 5 أو 6 غيابات، ولكن كلنا بندعم الفريق، وحتى كابتن طارق الغنام طلب دعم الجمهور، وأنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي مش هيتأخر في الدعم، وزي ما طبعا أكيد طبعا المسؤولين في النادي الأهلي بيدعموا الفريق بشكل كبير. خلينا نروح لقائمة سلة رجال النادي الأهلي، تفضل يا كابتن. النادي الأهلي طبعا زي ما كنا بنتكلم قبل كده عمرو الجندي موجود، في إيهاب أمين ربنا يوفقه النهارده يا رب، في سيف سمير، في مودي الجرحي، أحمد مهيب، عبد الفضيل إبراهيم، محمد أبو النصر، عبد الله النصر، في عمر طارق، حاتم البحيري، في مالك أبو الفتوح، مالك أبو الفتوح، في محمد مصطفى مودي، محمد مصطفى بره بقى طبعا حضرتك أنت قلت اللي جوه أنا قلت اللي جوه. تمام. وطبعا أليكسانجي بيغيب وأحمد السلاوي بيغيب. طيب كابتن سرعاوي، استاذن حضرتك يعني استعرض معانا قائمه سله رجال الاتحاد السكندري. استسمعك انا بس يعني عايز اقول حاجه. اتفضل. طبعا قبل لما استعرض لقائمه نادي الاتحاد السكندري عايز اقول ان طارق غنام من الكوادر الممتازه اللي من حظ النادي الاهلي انه موجود. الولد عامل شغل هايل وداعم للفرقه ومصدر ثقه بالنسبه للعيبه، واعتقد ان وجوده هينجح الباسكت. يعني لسه بيجيب اجوان كده زي ما لا اسطوره. لا 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 طارق الغنام من الشخصيات المحبوبه جدا في النادي. طيب في قائمه النادي الاتحاد السكندري يعني قائمه الاتحاد السكندري يا جماعه نستعرضها بعد اذن حضراتكم وهنقولها من على الشاشه. طيب اسماعيل احمد، طب نقولها من على الشاشه يا كابتن اتفضل. اسماعيل احمد، مصطفى فوده، هيثم كمال، مبارك دوجا، عمر جابر، محمد طه ميدو. عمر جابر ده ناشئ من ناشئين الاتحاد. عمر جابر يمكن هو اعتقد ان النادي الاتحاد السكندري كان فيه تصعيد 3 ناشئين منهم عمر جابر وحازم. طب نكمل استعراض القائمه يا جماعه، اتفضل يا كابتن. يوسف شوشه، وده لعيب دولي ومن كان من اللعيبه كويسه في افريقيا اللي فاتت. ابو العلا بيبو،
هارفيل هاريس علي محمد مارفل هاريس مارفل هاريس ورامي ابراهيم علي محمد ورامي ابراهيم. طب يا كابتن يعني متهيأ لي برضو حتى بالغيابات في نادي الاتحاد السكندري القايمة برضو ممتلئة وضخمة يعني ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يعني يحفظهم. وحقيقة الفريق ده تم بناؤه يمكن بثلاث سنين بيبنوا في الفريق. واعتقد ان رئيس النادي الاستاذ الحاج محمد مصلحي من الشخصيات العظيمة جدا من رؤساء الأندية اللي يعني كان لعيب باسكت طبعا يعني. طبعا وهو من اكبر داعمين لحتى لمنتخبات مصر. طيب خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن احمد مرعي مدير فني الاتحاد السكندري. اتفضل يا محمد. من جديد متواصلين معك كابتن هيثم وضيوفك الكرام وتغطيتنا الخاصه والحصريه لمباراه قمه دوري سله سوبر رجال الاهلي والاتحاد. وشرفنا يكون معنا كابتن احمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد. يعني في البدايه بحيي حضرتك وبارك لك على النتائج الرائعه مع المنتخب في التصفيات الاخيره في تونس، ويعني بنبارك لك النهارده ماتش الاهلي والاتحاد. الاجواء اكثر من رائعه، شايف حضرتك مقابلتك كابتن اشرف توفيق، يعني بعض الجمهور ما بقاش عارف الاجواء الطيبه اللي بين الفرقتين، يعني حطينا في الاجواء قبل المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا يعني في جزء اللي هو علاقه الناديين ببعض، يعني الاتحاد والاهلي علاقه، حتى رؤساء الانديه الكابتن محمود الخطيب مع الحاج محمد مصلحي علاقه متميزه، وكمان احنا كمديرين فنيين لا في علاقه شخصيه بيني وبين اشرف، يعني على الاحتفاظ بالالقاب اشتغلنا مع بعض كتير في المنتخبات، وقص يعني موضوع يعني مش حاجه مش جديده العلاقه الطيبه اللي بينا، وحتى طارق الغنام وكل الجهاز يعني احنا بنحمل لهم ود بعيد عن اجواء المنافسه يعني. تحية خاصة من الاستوديو كابتن هيثم السعيد، كابتن محمد سلعاوي، كابتن عماد مراد، بيحيوا حضرتك وبيهنوك وبيباركوا لك ان التأهل حصل بأيادي مصرية زي ما بيقولوا بأداء كمان ونتيجة أكثر من رائعة. ويعني كلمنا بقى على المباراة النهاردة في الملعب ما بين الأهلي والاتحاد، المباراة الأخيرة مباراة قمة بين الفريقين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية طبعا للكوكبة الجميلة اللي موجودة، زملاء يعني ما بين مختلف السن، هيثم طبعا أصغر مني شوية لكن السلعاوي والكابتن عماد يعني دول تحية خاصة ليهم يعني وحشيني، وطبعا شهادتهم فيا مجروحة يعني دول اخواتي فأنا بحييهم. وطبعا بتكلم على المباريات يا جماعة، أنا كنت حابب أتكلم برضو معلش بعيد شوية عن سؤالك، الدوري أو الجزء اللي احنا بنلعبه ده جزء يعتبر للناس اللي فاهمة جزء تحضيري، فأرجو من الناس إنها ما تبقاش يعني سخنانة قوي على النتائج بالبلدي كده، يعني إحنا لسه هيبقى فيه ترتيب ولسه هيبقى فيه دور 8 في بلاي أوف إقصائي، هو ده العصب الرئيسي للبطولة. الماتشات دي كلها للناس اللي فاهمة هي ماتشات يعني كده مش عايز أقول إنها تجريبية لكن ليها أهمية طبعا وكل حاجة، لكن مش بالشكل اللي الناس فاكراه. هي الناس فاكرة مثلا إن إحنا لما بنخسر ماتش أو الأهلي يخسر له ماتشين إن إحنا كده بعدنا عن البطولة، البطولة لسه هتبتدي في الأدوار الإقصائية. فيعني لو حد جماهيره بالذات الانديه الجماهيريه زي الاهلي الزمالك الاتحاد السكندري، لو الجماهير شايفين بعض الاهتزاز، الموضوع ده يعني لسه بدري قوي على التقييم يعني. فانا كنت حابب اضيف الموضوع ده لان في لغط كتير الايام دي على ده خسر من ده وده خسر من ده، الموضوع لسه بدري. الدوري عندنا له طريقه معينه مختلفه عن دوري كره القدم. كابتن احمد، انا بشكل شخصي وكل متابعي كره السله بنحب نشوفك انت وكابتن اشرف واقفين جنب بعض على الخط. طبعا لان ده يعني ما انا كابتن اشرف مش مجامله له، انا بعتبره يعني استاذي، وانا اشتغلت معاه زي ما قلت قبل كده فتره في المنتخب مساعد له، تعلمت كتير منه من مده طويله. وبالنسبه للانجازات المنتخب القومي سواء ايام الكابتن اشرف او ايام كابتن عمرو بالخير او لما انا لمسك، هو فعلا زي ما كابتن سلعاوي والناس اللي في الاستوديو قالوا، دايما الحاجات الكويسه بتحصل على ايدي مدربين مصريين مع اختلاف الاسامي. فبس انا احب انوه على الموضوع ده يعني طبعا، لان فعلا ان المدربين المصريين على مر الوقت بدايه من الكابتن اشرف توفيق طبعا لحد بعد الناس اللي جم بعد كده، معظم انجازات المنتخب القومي في العشرين سنه اللي فاتوا كانت على ايدي مصريه. اخيرا المباراه في الملعب، شايفك ماسك البورد دلوقتي، كنت بتعمل ايه في البورد ومجهز ايه للمباراه؟ طبعا لان مباراه قويه، فرقه قويه جدا فرقه الاهلي، اي تهاون من 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 مننا سواء فكرا من المديرين الفنيين او اداء من اللعيبه، الفرقه الثانيه هتكسب. احنا مش عايزين نخسر، انا بقول لك ان المرحله دي مرحله ما هياش يعني مهمه قوي، لكن هو المبدا العام انت عايز فريقك يؤدي بشكل كويس قدام فرقه كبيره، فلازم تحضر له، لازم تحضر وتشوف اداء فريقك، تجارب بتخليك عندك استعداد لتكمله الموسم بعد كده. شكرا كابتن وبتمنى لكم التوفيق والنهارده الفوز للنادي الاهلي ان شاء الله. انا اللي متشكر قوي، انا المتشكر على الاستضافه، شكرا.
كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا واجواءنا وتغطيتنا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل من داخل النادي الاهلي. ان شاء الله متواصلين معاك ولقاءات واجواء اكثر بعد انتهاء المباراه. الكلمه ليك كابتن هيثم وضيفك الكرام. الزميل طبعا مراسلنا محمد توفيق من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا ليك. كابتن سلعاوي، يعني احنا بنشكر كابتن مرعي على هذا الكلام، محترم، مدرب قدير خلقا يعني وتدريبا وكل شيء، فكلامه الحقيقه يعني ما زدناش غير احترام ليه يا كابتن سلعاوي. احمد مرعي من اللعيبه او المدربين، كان سواء لاعب او مدرب، كان من الناس المحترمه جدا، وكان الواحد يعتز بالصداقه معاه. برغم الناس تقول لك اهلاوي وزمالك ومش عارف ايه، لا، المدرب محترم، ما خلاش حاجه ما اتكلمش فيها، اتكلم على العلاقه الطيبه اللي ما بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي، واتكلم على العلاقه الطيبه بينه وبين اشرف توفيق، واتكلم عن اهميه الجيم، وقدر يشرح ببساطه الادوار اللي احنا بنلعب فيها دي، هي مش زي كرة القدم، هي مهمة بس بالأهمية القصوى، لأن زي ما اتفقنا في أول الاستوديو إن البطل لازم يكسب كله. كابتن عماد، يعني برضو تحية للكابتن أحمد مرعي أكيد. والله يا كابتن هيثم، هو أخجل توضعنا صراحة. مرعي هو ده مرعي، لأنه أنا بلعب معاه بقالي مثلا 40 سنة، بنلعب مع بعض ومدربين مع بعض، أخلاقه هي ابن بلد محترم، ابن ناس، راجل صاحبه، كل حاجه فيه كويسه معاه. اتمنى طبعا كل التوفيق ليه في منتخب مصر وقياده منتخب مصر الحقيقه، واعتقد انه ناجح جدا. طيب نستاذن حضراتكم، يعني هنروح خلاص، بتهيالي يا جماعه بتهيالي كده خلاص ارض الملعب احنا جاهزين، بتهيالي لحظات وتنطلق المباراه، هنروح جاهزين يا جماعه؟ طيب هنروح خلاص، طبعا هنروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن سيد صابر، ومن المباراه المهمه نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، والمباراه ستقام بعد لحظات من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، فالى هناك.